معاناة يمكن ما مرقت في التاريخ على بشرية ولا على أي صنف بشري في الكون. دمار، حرب على الإنسانية، حرب يعني بما فيه يعني بما فيه يعني إيش بدي أعبر لك، ماني عارفون يعني. دمار هائل. شوف طلع تقريبا يعني حاروت في أكملها، كلها راحت كلها على الأرض يعني. شوف خراب كثير، ما نعرف يضرب مين، من الصواريخ، من الارتجاجي، من الفراغ، اللي تقتل وانشال شطف يعني انشال، واللي ما واللي جاب رميل ما التقى له اثر خالص يعني. شايف كيف كمان كمان هالحالات هاي كانت موجوده، والناس بتهجر، الناس في مرحله يعني وصلها. الناس كلها تهجرت، كلها ضاعت يعني. تلاقي الأسرة الوحدية قاعد تلاقي أربع خمس أخوي، واحد في أمي، واحد في دير حسان، واحد في عفرين، واحد حتى الأسرة الوحدية مشتتة.